حياة المسلمين في كل عصر وكل زمان. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك أستاذنا الكريم. مرحبا. أهلا وسهلا. نستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير، بعده نبدأ الحديث إن شاء الله. بإذن الله. اهلا بكم مجددا، واجدد التحيه لضيفي الكريم فضيله الاستاذ الدكتور احمد عبد اللطيف الكلحي. استاذنا الكريم، يعني عندما نبدا الحديث عن العدل، لعله من اللافت للنظر للوهله الاولى انه اسم من اسماء الله الحسنى. نعم. هذا يدفعنا لكي نتامل كثيرا في هذه القيمه التي يجب، القيمه الاخلاقيه، قيمه ان تكون حياتنا متسمه بالعدل بين انفسنا ومع الاخرين ايضا. لكن دعنا نبدأ بضبط المصطلح أو ضبط الكلمة. ماذا يعني العدل؟ الحمد لله الذي سما كماله فلا تدركه الأفهام، وعلى جلاله فلا تحيط به الأوهام، وهو الملك القدوس السلام. أيا من جل عن وصف وكيف، وعن ند وعن ولد ووالد، خلقت الكائنات بحسن صنع، وأنت على جميع الخلق شاهد. أجرنا من عذابك واعف عنا، وبلغنا إلى نيل المقاصد. الله، قل وظل الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل غير الله لو حققته عدم على التفصيل والإجمال. من لا وجود بذاته من ذاته، فوجوده عنه بغير محال، والزاهدون أبوا بألا يشهدوا سوى المتكبر المتعالي، وعلموا بأن غيره هالك في الماضي وفي الحاضر والاستقبال. وأصلي وأسلم على رمز الجمال سيدنا محمد القائل: أكثر من ذكر عمر، فإذا ذكر عمر ذكر العدل. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، بأني بغيرك لا أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت كلماته ولا بدلت، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. قد لامني فيك الجهول ولو ضرى، معنى الهيام بك لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد، واجعله بفضلك شاهدا لنا في غد. عندما نتحدث عن العدل، فالعدل كما بينتم فضيلتكم هو اسم من أسماء المولى عز وجل. ودائما يقولون العدل هو أساس الملك. وعلماؤنا قالوا إن الله يؤيد الدولة العادلة ولو كافرة، ويمحو الدولة الظالمة ولو مؤمنة. بمعنى، إن لم تكن سمة العدل موجودة فقل على الدنيا السلام. لأنه تبارك وتعالى قارن العدل بالأمانة، وجعل من الأمانة أن يكون الحاكم عادلا، وأن يكون القاضي عادلا، وأن يكون الرجل في بيته عادلا، لأنه هو الإنصاف وهو القسط. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هذا الأمر من المولى تبارك وتعالى. إن الله يأمر، والأمر من الآمر، لابد أن يكون التنفيذ على جناح السرعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الناس، مطلق الناس، لم يقل بين المسلمين ولا بين المؤمنين ولا بين الموحدين ولا بين العابدين، وإنما كل الناس، الناس السواسية. العدل لابد أن يشمل كل من كان تحت رعية الإمام العادل. فإذا أنصف، وإذا كان مقسطا، وإذا كان عادلا، كأنه أصبح ظل لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
فخليفة الله في أرضه لابد أن يتمثل بصفة العدل، والعدل هو التوسط، أن تأخذ الحق من الظالم وتعيده إلى المظلوم. وكذلك ننظر إلى وسطية الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فوسطية الإسلام تقتضي أن نجنح إلى العدل. فإذا أردنا أن نكون في بحبوحة من العيش وفي نعمة من الرغد، أن لنا ذلك إن لم يتطبق العدل تطبيقا فعليا في هذا المجتمع. العدل في مفهومه المبدئي يعني التوسط. نعم. أو الوسطية. الوسطية. نعم. بمعنى بأنك تأخذ الحق من هذا الرجل المغتصب وتعطيه إلى صاحب الحق. نعم. وأن تعطي المظلوم مظلمته، وإلا تتدخل السماء، فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. سيدنا عمر عندما أصبح علامة للعدل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه في الفتح الأكبر، قضية قد اهتم لها سيدنا علي وتأرغ لها سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، السقاية في بنو هاشم، وكذلك الرفادة موجودة عند بنو عبد الدار. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قال لعثمان بن طلحة: يا عثمان أعطيني المفتاح، مفتاح الكعبة، أصلي ركعتين في جوف الكعبة. قال: لا. قال: يا عثمان ربما أن يأتي يوم ويكون المفتاح في يدي أنا. قال: لئن جاء هذا اليوم والمفتاح في يدك يا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لبطن الأرض خير لي من ظهرها. دارت الأيام دورتها، وجاءت المناسبة التي تريدنا بها أن نتحدث عن العدل، عدل السماء وعدالة رسول الله، التي تعلم منها الصحابة كيف يكون عدول. فلما جاء الأمر بأن الغلبة والنصرة والقوة والمنعة والعزة والفتح الأكبر تأييدا لرسول الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، تقدم سيدنا علي ولوى ذراع عثمان بن طلحة، ثم أخذ المفتاح عنوة ووضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن يأتي من فوق سبع سماوات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أعاد النبي على جناح السرعة المفتاح ليد عثمان بن طلحة، وقال: هي فيكم يا بنو عبد الدار خالدة تالدة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إن الله حكم من فوق سبع سماوات أن يكون المفتاح في بنو عبد الدار، وإلى يومنا هذا المفتاح في بنو شيبة، بنو عبد الدار، الذين كان جدهم عثمان بن طلحة. نعم. يقال نعم. تحقيقا للعدل، في يوم من الأيام أحد الأمراء أراد أن يأخذ المفتاح من بنو شيبة حتى يفتح به الكعبة، حتى ندلل على صدق النبي ونعلم بأن النبي صادق ومعجزات النبي حقيقية. أخذ المفتاح عنوة من صاحب بنو شيبة وأرادوا أن يفتحوا الكعبة، ولكن المفاجأة بأن الباب لم ينفتح. أداروا المفتاح مرة تلو الأخرى، مرات ومرات، لم ينفتح الباب، لم تصلح فيه أي محاولة. فجاءوا بالرجل الذي يحمل المفتاح من بنو شيبة، ف
فلمجرد أن دخل إلى الكعبة وضع المفتاح فتح الباب، وهذا تصديقا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل كما وضحت فضلتك لهذه القيمة المهمة، مسألة الظلم، نعم، مع يعني بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبدء نشر رسالة الإسلام، هل كانت التربة مهيئة لتقبل هذه القيمة أو هذا الملمح الأساسي من ملامح الإسلام، قيمة العدل؟ بمعنى آخر، هل كان المجتمع في هذا التوقيت هذه الصفة غائبة فيه، أم أنها كانت موجودة ولو بقدر؟ كانت موجودة ولو قدر قليل، ولكن تلاشى الدين الحنيف وعمت العصبية القبلية وعمت الجاهلية الجهلاء، حتى أصبح الإنسان يعبد الإنسان واستعبد الإنسان أخوه الإنسان. نعم. فالظلم قد عم لمجرد أن الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يضرب. وأكبر مثال سيدنا بلال، لا ذنب قد جناه إلا أنه أراد أن يختار العقيدة الصحيحة وعلم بأن الواحد الأحد هو الله، ضربوه وعذبوه. لو كان هنالك عدل وإنصاف لتركوه. ما هو الذنب الذي جناه هذا المسكين حتى يجرد عن ثيابه ويضرب ويجر على رمال الصحراء وتتقطع منه البنية والجلد وتأخذ الأحجار هذا الجسد النحيل قطعة قطعة، بل يضرب بالسياط ويوضع عليه كمية من الصخور حتى يعود إلى دين هؤلاء. إذن كان الظلم علامة المجتمع الجاهلي. بمعنى آخر، عانى الإسلام من وضع أسس العدالة في هذا المجتمع؟ نعم. سيد الفاضل 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على شوك الأسى، عندما تقول له السيدة خديجة أو ما آن لك أن ترتاح يا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، نم قليلا يا رسول الله، يقول مضى وقت النوم يا خديجة، خلاص منذ أن جاء الوحي اقرأ، ومنذ أن قال له المولى تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ظل النبي صلى الله عليه وسلم متيقظا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. الدعوة هكذا. نعم. إذن كيف دعم الإسلام أسس العدل، أو كيف دعم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام هذه القيمة المهمة جدا في حياة المسلم؟ دعمها بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم بتواضعه، بصدقه، بإخلاصه، بوفائه، حتى عندما كان يخرج مع الصحابة لم يتميز عليهم، بل كان يقول إن الله يبغض أن يتميز الإنسان أو العبد على أقرانه، لأنه عندما ذبح شاة قال واحد منهم أنا علي ذبحها، والآخر قال وأنا علي سلخها، والآخر قال وأنا علي طبخها، قال حبيبنا وأنا علي جمع الحطب. لما يا رسول؟ قال هذا هو العدل، أنا لا أستطيع أن أجلس أتناول السرير أو الطعام وأكل وأشرب وأنتم في خدمتي، وهذا لا يجوز. نكفيك يا رسول الله، يرضينا ويفرحنا أن نقوم على خدمتك. قال إن الله يبغض أن يتميز العبد على أقرانه. وعندما نراه صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، كذلك يوم أن خرج القوم يحاربون في بدر، تناوب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر العدل، هو وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم على بعير، كل منهم يقرأ جزء من القرآن ثم ينزل ويركب الآخر، فجابت النوبة بأن النبي ينزل وواحد منهما يركب، فقال سيدنا علي نكفيك يا رسول الله، وأبو لبابة قال وأنا أكفيك يا رسول الله، يعني هذه نوبتي لك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لستما بأقوى مني على المسير، وأنا لست بأغنى منكما عن الأجر، أنا فقير إلى الأجر لأنني واحد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مؤهلاته تجعله فوق الجميع، إنما أراد أن يكون واحدا بين الجميع. لهكذا هو محمد في سماته وفي تواضعه وفي عدله. عندما يأتي سيدنا أسامة ابن زيد
إن المرأة المخزومية وقعت في جريمة عظيمة، سرقت هذه المرأة. نعم. أراد النبي أن يقطع يدها، وبينما هم يتشاورون هذه مرأة من بنو مخزوم، وهذا يوم الفتح الأكبر في فتح مكة، إذا قطعت هذه اليد سيسأر لها كثير من بنو مخزوم، أو يحزن لها أو يغضب لها لأنهم من قبيلتها. فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ قالوا أسامة ابن حب، يعني أسامة ابن حب رسول الله، أسامة بن زيد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا هو العدل. ووقف النبي خطيبا قال إنما أهلك الذين من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليها الحد، أقاموا عليه الحد. وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحشاها الشريف أن تسرق، ولكن قال لو بنت محمد فاطمة سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. هذا هو العدل، دليل على أنه سيعدل. نعم. إلى منتهى العدل صلى الله عليه. نعم. وسلم. ولكن من هذا الموقف يفهم أنه مع غياب العدل تنهار الأمم، تنهار أو تنتهي الأمم وتضمحل. طب قبل أن نصل هذه النقطة، هل يفهم أيضا من سياق حديثك وأنت يعني تحكي أو تسرد بعض المواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة العدل حاضرة في هذه المواقف، هل يعني العدل هنا المساواة أم أن هناك فرقا بين العدل والمساواة؟ العدل هو عندما تحدث عن العدل فهو المساواة بين الجميع، وتركت بعدك للبلاد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء. لو أن إنسانا تخير ملة لاختار إلا دينك الفقراء المصلحون أصابع جمعت يدا، بل أنت صاحب اليد البيضاء. ولكن المساواة هنا ربما تعني أن أستوي أنا وغيري في كل شيء، في كل شيء. نعم. في الصحة، في المال، في الأولاد، في كل شيء. ولعل ذلك ليس حاضرا بين البشر، فهناك الغني والفقير، هناك الطويل والقصير، هناك الأبيض والأسمر والأحمر. سيدي يعني هذا 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 يأخذنا إلى منحى غير الطريق. مساواة البشر، نعم، هذه المساواة العامة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما نحن أطبق عليك القانون السماوي أو القانون الوضعي أو أي قانون كان، لا فرق بينك وبين فلان، جميعنا في الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات سواء. وهذا هو أمر المواطنة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود في المدينة، لا فرق بين بنو يهود ولا بنو العرب ولا المهاجرين ولا الأنصار، الجميع في المدينة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، حقوق متساوية وواجبات متساوية، الجميع أمام العدل الإلهي سواء. نعم. ولذلك عندما قال شوقي رحمه الله تركت بعدك للبلاد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، عندما يأتي أبو ذر الغفاري ويعير بلال بن رباح بكلمة غضب لها النبي غضبا شديدا، وقال له أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن من يعير الناس، من يعتدي على حقوق الناس، من يتهكم بالآخرين، هذا رجل فيه عادات الجاهلية، لم يتأدب بآداب الإسلام. ما كان من سيدنا أبو ذر إلا أن قال أضع خدي على التراب حتى يطأه بلال بقدمه يا رسول الله أو برجله لعلك ترضى عني يا رسول الله. إذن هذا هو العدل. نعم. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، جاء سيدنا الصديق وأراد أن يصعد على الذروة ويؤذن، ولكن لم يؤمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا عمر، جاء سيدنا علي، جاء سيدنا طلحة، جاء المقداد، جاء آخرون، ولكن المفاجأة النبي يقول فليؤذن للصلاة بلال. يا رسول الله
إن بلالا رجل من أهل الحبشة ينطق الشين سينا، يقول أسهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، إن سين بلال عند الله أفضل من 70 شينا. إذن كل الناس سواسية، لا فرق بين بلال الحبشي ولا عمر القرشي ولا صهيب الرومي ولا سلمان الفارسي، كلهم أخوة. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه. إذن المعية تجعل الناس سواسية، لا فرق بين هذا ولا ذاك. نعم، ولكن إذا يعني تحولنا مع فضيلتك إلى هذا المعنى، فكرة أنه البشر، ونحن نتحدث عن صفة العدل وأنه اسم من أسماء الله الحسنى، ستجد البشر غير متساوين في بعض الصفات، على الأقل من وجهة نظر مبدئية دون تعمق فيها. كما أوضحت لفضيلتك، هناك الأبيض والأسمر، هناك الغني والفقير، هناك صاحب الصحة وهناك المريض، هناك من رزق المال. لا يملك أحد إلا الله. نعم، هل كونك أنت على هذه الشاكلة وبهذا الجمال الذي حباك هذه الشخصية وهذه الكاريزما وهذا الجمال هو الله. نعم، وهذا حظك وهذا نصيبك، أعطاك المولى سبحانه وتعالى، وهذا هو العاطي. نعم، لا أستطيع أنا ولا غيري أن نعتدي على هذا الحق، ولا وإن قلنا بغير ذلك فنصبح والعياذ بالله من الحاسدين من المعترضين. نعم، وإنما العطاء عطاء الله سبحانه وتعالى. ولكن نتكلم نحن في الحقوق، الحقوق المكتسبة بين البشر. عندما يأتي رجل من مصر ويذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين أغثني أدركني. قال: تدرك وتغاث، من أنت؟ قال: أنا رجل قبطي جئت إليك من مصر مستعيذ. وكان بيده شعر قصاصة من ابنه، لأن ابنه قص رأسه عندما سبق ابن أمير البلاد في مصر، ابن سيدنا عمرو بن العاص. فقيل بأنه ألقى الشعر في وجه سيدنا عمر: ما بك يا رجل؟ قال: إن ابن أمير البلاد ضرب ابني لأنه قال أتسبق ابن الأكرمين. فما كان من سيدنا عمر صاحب العدل العمري إلا أن يرسل برسالة على جناح السرعة إلى العاص بن العاص: إن جاءك كتابي في الصباح لا تنتظر المساء، وإن جاءك في المساء لا تنتظر الصباح، ولا بد أن يكون ولدك بيمينه، هات ولدك معاك. سيدنا عمر عرف القضية، سيدنا عمرو فهم المراد، هذا رجل من أهل الكتاب. فإن لم يطبق العدل كأن الإسلام لا قيمة له. وفعلا سيدنا عمر تعلم العدل من المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتول ففجر الإنجيل، وأرسلت ينبوع البيان محمدا فسق البيان وناول التنزيل. جاء سيدنا عمرو وبيده هذا الولد الذي اعتدى على المصري، فلما دخل إلى سيدنا عمر قال: يا عمرو، ما تستعبدت بالناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هكذا وصانا النبي؟ أهذه وصية النبي أهل مصر؟ الله الله في وصية النبي في أهل مصر. فقال: أين الضرة؟ أعطوها لسيدنا عمر، فناولها للقبطي: أعطها لولدك. وجاء الولد يضرب ابن أمير مصر ضربا مبرحا، ضربا حتى أثخن منه الجراح. قال سيدنا أنس: أردنا أن يضربه حتى يرضينا، حتى رأينا الضرب في ابن عمرو بن العاص حتى قلنا: يا ليته كف. ضربوا ضرب على كيفك يعني. نعم، فسيدنا عمرو ينظر إليه سيدنا عمر: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما سمعت ولا علمت. سيدنا عمرو
بعد ذلك ينظر إليه سيدنا عمر وينادي على المصري القبطي: خذ الضرة جلي رأسك يا عمرو، ارفع عمامتك. فقال: أعلو بها صلعة عمرو بن العاص. فقال: ضربنا الذي ضربنا. قال: والله ما استقوى على ابنك إلا بسلطان أبيه. هذا هو العدل يا عمر يا ابن الخطاب. نعم فعلا قال فيك النبي: إذا ذكر العدل ذكر عمر. ولكن إذن لي مرة أخرى أن أخذك إلى يعني هذه المسألة، لأنها قد تثار بين الحين والآخر. كيف يمكن الرد على من يقول كيف تكون صفة عدل الله حاضرة بين خلقه وفيهم الغني والفقير، فيهم المريض والصحيح، فيهم من هو رزقه الله المال والبنون، وفيهم من حرم ذلك؟ هذه المسألة لعلها بحاجة إلى إيضاح. عدل الله بين البشر سراعا إلى قول الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله نعم. يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. النفس تأبى أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو العفاف، ولو جمعت ما في الأرض لن يكفيها. كم من الجمال كان وبالا على أصحابه، كم من المال كان وبالا على أتباعه، كم من النعم كان سببا في البلاء، لأن الله تبارك وتعالى ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليجتبيك. المنع من الرحمن إحسان، والعطاء من الإنسان حرمان. لا تتصور بأن الرجل الذي يرفل في الثياب التي هي من أغلى أنواع الثياب هو أتقى ولا أفضل خلق الله على الله. ولا تظن بأن الجميلة المطرفة هي المدللة المنعمة يوم القيامة. ولا تظن بأن الرجل المريض الذي لا مال له هو الممقوت المطرود. لا تحتقرن فقيرا عند رؤيته، قد يكون رب العرش ولاه، والله يعلم أنتم لا تعلمون. لو أعطيت هذه النعمة لفلان، كم من البشر تمنوا أن تكون لهم سيارات فاخرة، وعندما صعدوا إلى عجلة القيادة ذهبت بهم السيارة إلى حادث مروري وماتوا وتحطمت السيارة. فلو كانت السيارة يعلم صاحبها بأنها سبب الوبال لتركها وتمنى أن يسير على قدميه. ولكن هنا يمكن القول أن عدل الله أيضا حاضرا رغم هذه نعم التباينات بين البشر. أعطاك كل ما تحتاج إليه، ولكن كل واحد له نصيب في شيء معين. نعم. ما أعطى المولى لعبد كل شيء، وما سلب من واحد كل شيء. أيمر الناس على كلب ميت أعزك الله، فنظر إليه الحواريون ومعهم المسيح عليه السلام، فقال أحدهم: ما أقبح منظره، وقال آخر: ما أنتر ريحه. قال المسيح: ما أبيض ولا أنصع من بياض أسنانه. إذن هنالك فيه ميزة، له أسنان بيضاء. نعم. وأحد الناس كان حنقا غاضبا وكأنه يعترض: أنا فقير، أنا لا أملك، وغيري عنده أموال ومناصب. فقال له أحدهم: أتعطيني عينيك الجميلتين هاتين وأعطيك مليون جنيه؟ قالوا: لا 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 لا، تأخذ بصري وتعطيني مليون؟ قال: ده معك مليون. نعم. قال: أخذ منك الكبد وينقل إلى غيرك، وتأخذ مكان هذا الكبد يعطونك، وتأخذ كبدا مقروحة مريضة وتعطى 5 ملايين؟ قال: لا، هذيك معك 6 مليون. قال: نأخذ منك إحدى الكليتين ونعطيك مليونا؟ قال: لا، نأخذ منك الأذن نجتثها ونعطيها لآخر مقطوع الأذن وتأخذ مليون؟ قال: لا، نأخذ منك الشعر وبجلده عن طريق أحد الأطباء ويعطى لأصلع وأنت تأخذ مليون؟ قال: لا. قال: إذن كم معك من الملايين؟ قال: حمد لله تبارك وتعالى. نعم.
فأنت في نعم لا تستطيع أن تعددها، أن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعم. ولكن الناس يظنون بأن المال الوفير هو الغنى، يظنون بأن الراحة التامة هي النعيم، يظنون بأن السيارة والزوجة والعمر، لا 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 لا، كل هذه معطيات المولى قسمها بيننا، ولكن لأن تأكل وتشرب بلا ألم في مضغ ولا في بلع من ماء وطعام لهي النعمة وهي الراحة. نعم. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، نعم، عنده قوت يومه، قد حوزت له الدنيا بحسافيرها. نعم. في سياق حديث فضلتك أوضحت منذ قليل أن السماء تتدخل عندما، نعم، لا ينصر المظلوم أو عندما يشيع الظلم، نعم، بين الناس. نعم. هل هذا قانون سماوي أنه السماء لا تتدخل إلا مع يعني انتشار الظلم على هذا النحو وغياب العدل؟ ومن قال لنا بأن السماء لم تتدخل؟ وكيف لا؟ وربما أن يكون هذا الأمر عقاب لأهل هذا البلاء، نعم، وربما يكون ترقي لأهل هذا البلاء، نعم، وربما أن يكون هذا الأمر هو أفضل، لأن من عبادي من أغنيته ولو أفقرته لفسد حاله، نعم، ومن عبادي لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، نعم، يعني إذن فقير لو أعطي مال لشرب الخمر، لقتل، لذهب إلى الفساد، لذهب إلى ترك الأوامر، ذهب إلى الشهوات. إذن الله سبحانه وتعالى أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الرسالة إن كانت مال، إن كانت عطاء، إن كانت نعيم، متى يعطيك، متى يمنعك، متى يرضيك، متى يحزنك، متى يفرحك، الله سبحانه وتعالى هو أعلم، ونحن لا نعلم. بعض الناس يظن بأنه في حالته التي يعيشها ضنكة وحالته فيها شيء من الحنق، ولكن أقول له قل الحمد لله، لو قلت الحمد لله لتبدل الحال. ولكن متى تتدخل السماء؟ نعم. عندما نقول بأن اليهود يغتصبون المسجد الأقصى، هذا ظلم مبين، صح ولا لا؟ مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الحصر، نكون واقعيين، نقول ما هي الأشياء التي يفعلها اليهود ولم يفعلها أهل بيت المقدس؟ عندما نرى خلاف بين فتح وحماس، الأرض محاصرة، نعم، أنتم في مقاطعة محاصرة، وأنا في فريق وأنت في فريق، والعدو يتربص بنا، والعدو يقفل علينا بمفاتيح ومغاليق، وكلانا يتشاكس مع الآخر، هل طبقنا مبدأ السماء؟ إننا اختلفنا ففشلنا فذهب ريحنا، من أين تأتي النصرة؟ عندما تخرج حماس تتباهى بقوتها وبجيشها وبعتادها، وفتح تخرج بقوتها وعتادها، إذن تظاهرون على من؟ تختلفون مع من؟ إن معاوية بن أبي سفيان عندما قال لسيدنا عثمان أخرج من المدينة، نعم، قال لا أترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال سأرسل لك جيش أوله عندك وآخره عندي، قال لا ترسل جيشا يضيق على صحابة رسول الله المدينة. شوف هذا هو العدل في الإسلام. نعم. الرجل قال له إنك مقتول، قال مرحبا بالجنة. ولكن عندما ترى المسلم يقتل المسلم ويقول الله أكبر، عندما يغتال صاحب فتح صاحب حماس، وصاحب حماس يغتال صاحب فتح، من أين تأتي النصرة؟ هنا سماء لا تتدخل، لا تتدخل، ولكن ربما تكون مسألة مرتبطة بدين الله بشكل أو بآخر. ما هو دين الله؟ يعني مثلا إذا أذنت لي، دين الله مؤيد، المتمل على نفس شاكلة المثال الذي سقته فضلتك، هدم الكعبة في زمن أبرهة تدخلت السماء لما؟ وحمت لم يكن هنالك جيش في عهد عبد المطلب، وإنما قال للبيت رب يحميه. في زمن لاحق الكعبة هدمت بأيدي المسلمين أنفسهم، لأنهم لم تتدخل السماء. بأيدي من؟ نعم، بأيدي المسلمين. وكأنك تسوق إلي دليل بأن المسلم إذا تجرد عن صفات الإسلام يتركه المولى تبارك وتعالى ودنياه. هل لنا هنا نسأل أين نصرة السماء
لبيت الله لماذا لم تنصره في هذا التوقيت ونصرته في وقت سابق؟ نصرته لأن كان هنالك لا يوجد من يقول لا إله إلا الله على الأرض. نعم. ولكن هذا جيش مسلم يغزو الكعبة، ماذا نقول له؟ إذن المناقضة والتناقض واضح. الإسلام لم يدعو هؤلاء إلى الخنوع إن كان عندهم جيوش المسلمين في كل مكان. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. إذا نظرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يدا كنا نصرفها، وبات يملكنا شعبا ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. يا من ينازل دمشق يسائل صخر مسجدها، لمن بناه لعل الطوب ينعاه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، الزيت أدم له والكوخ مأواه. يا رب وابعث لنا من مثلهم نفرا، نعم، يشيدون لنا مجدا أضعناه. السماء لن تنصر إلا من ينصرها، إلا من ينصرها. نعم. وإذا وقع السلاح من يدك تدخل السماء بقوتها وبعنفوانها، وترسل غضب إلى الأرض، تحرق كل من كان ظالما، لأنها لا تجد من يقاوم هذا الظلم. ولكن شريطة أن تأخذ بالأسباب. ولكن أولا عندي وزير دفاع، وعندي وزير مفاوضات، وعندي مش عارف مين، وعندي الأستاذ مش عارف ينتقل على طيارة خاصة ويذهب إلى جنيف، وهذا يذهب إلى الأمم المتحدة، وهذا يأخذ الكاميرات تصوره أنه بيان مش عارف من المفاوض بتاع ما ينفعش. وإنما هذا أبو عبد المطلب قال الغنم الإبل هي أنا ربها، نعم، والبيت له رب يحميه. ولكن وزير الدفاع الفلسطيني موجود، وزير الدفاع الأردني موجود، وزير الدفاع السعودي موجود، وزير الدفاع الكويتي موجود. إذن كل وزراء وكل الوزارات عندها دفاعات وعندها أسلحة وعندها طيارات. إذن كيف تتدخل السماء؟ نعم. إذا أردنا تتدخل السماء لابد أن نرضي السماء فيما بيننا. عظيم. لابد أن يتفق حماس وفتح على أن كلمة الله هي العليا، وكلنا سواء، لا فرق بين هذا وذاك. إذن كلنا أخوة أحباب متحابين ندافع عن تراب الوطن. عظيم. ولكن أنت وزير وأنا وزير، أنت رئيس وزارة وأنا رئيس وزارة، ماذا تريد من إسرائيل وأعطيناها هؤلاء طعمة سائغة؟ كل منا يقول أقدم لك فلسطين على طبق من ذهب. انظر إلى الجيوش المتناحرة في دمشق الآن، انظر إلى الجيوش المتناحرة في بغداد الآن، انظر إلى الجيوش المتناحرة في ليبيا الآن. طيب أين الحرب وعلى من الحرب؟ مسلم يقتل مسلم ويقول الله أكبر، وتريد السماء تتدخل؟ تدخل صالح من؟ نعم. طيب المتبقي من الوقت ربما قليل، وأريد أن نبني على قيمة كبيرة جدا أيضا مرتبطة بالعدل، فكرة أنه العدل أساس الملك. إلى أي مدى من الممكن تفعيل قيمة العدل أن تساهم في نهضة أمة ما أو دولة ما؟ كثير من علماء الاجتماع يرون أنه مع غياب قيمة العدل لعل ذلك يكون معول الهدم الأول في أي أمة أو أي مجتمع إنساني. الأمم لا تقوم إلا على العدل. نعم. حقيقة. والعدل إذا طبق تجد الراحة وتجد الضمير الإنساني، وكأن كل منا أصبح يعيش في بحبوحة من العيش. والإسلام عندما نقلب صفحات التاريخ نجد سيدنا عمر يختلف مع العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. العباس معه دار قريبة من البيت الحرام. سيدنا عمر أراد أن يجمع هذه الدار يوسع بها البيت الحرام. يا عباس بعنا هذه الدار، قال لا أبيعها، نعطيك في مقابل هذه الدار ثمنا من بيت المال، قال أنا داري لا أبيعها. قال بيننا وبينك القضاء يا أمير المؤمنين، اختلك قاضي. ذهب سيدنا عمر ينادي على شريح القاضي، فلما جاء شريح نادى يا أمير المؤمنين، فقال لا تقل يا أمير المؤمنين، قل يا عمر بن الخطاب. انظر إلى العدل العمري، صدق رسول الله اذكروا عمر أكسروا من ذكر عمر، فإذا ذكر عمر ذكر العدل. فقال
يا أمير المؤمنين؟ فقال قل يا عمر. فقال حكمت بأن البيت للعباس لا يبيعها، والقضية ضدك يا عمر يا ابن الخطاب. قال ما حيثية الحكم؟ قال إن داود النبي أراد أن يوسع المسجد الأقصى بيت المقدس، فأراد أن يضم بيت من أحد الناس هناك، فناداه المولى يا داود لا توسع بيتي ببيت غيري، فأنا أبعد عن الظلم وإن كان البيت هو لي، أنا حرمت الظلم على نفسي. إذن يا عباس الدار دارك ولا سلطان عليك. قال وأنا تنازلت بها لله، لا آخذ مقابل ولا عوض، وإنما يكفيني العدل الذي رأيته ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيضا ملمح مرتبط بفكرة العدل، وحضرتك ربما ذكرته سريعا، أنه اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون قرينا للعدل الأمانة. نعم. وسقط قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هل ترى أن الأمانة ضيعت في زماننا هذا، أم أنه يعني تبقى حاضرة بشكل أو بآخر؟ حاضرة. نعم. الأمانة لم تغيب، وإذا غيبت وضاعت الأمانة فانتظروا الساعة. نعم. كثير من الأمناء نراهم الآن يقومون على إعطاء الحقوق لأهلها، وكثير من الأمناء نراهم يقومون على خدمة الناس، وكثيرا من المسؤولين يقومون على أداء الأمانة كما ينبغي. والأمانة هذه كلمة عامة، ليست الأموال فحسب هي الأمانة، وليست الحكومة فحسب هي الأمانة، وليست المسؤولية فحسب هي الأمانة، وليست الصلاة فحسب هي الأمانة، وليس الوضوء فحسب هو الأمانة. كل مناحي الحياة أمانة، صلاتك أمانة، كلامك أمانة، حركاتك أمانة، سكوتك أمانة، عندما تنادي بكلمة الحق أمانة، عندما تشعر بالحق أمانة، عندما تعين الضعيف وتعيد إليه الحق أمانة، عندما تنصر المظلوم أمانة، عندما تقوم ببناء مصلحة يستفيد منها الناس هذه أمانة، عندما تؤدي العمل الحكومي على أكمل وجه فهذه أمانة، عندما تقوم بالمسؤولية المكلف بها فهذه أمانة. لأن سيدنا عمر رأيناه عندما أعطاه النبي هذه الرتبة، كيف أعطاه النبي هذه الرتبة؟ قال لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لما مهدت لها الطريق. يا عمر، عمر مع أهل الشام كان أمينا، عندما لبى الدعوة التي دعاه إياها أبو عبيدة عمرو بن الجراح، وقال إن بطريرك النصارى الذي بيده مفتاح بيت المقدس قال لا أسلم المفتاح إلا إلى أمير المؤمنين. فلما جاء سيدنا عمر ودخل يتسلم المفتاح، كانت النوبة بأنه يقود الدابة والخادم فوق الدابة. نعم. نظر صفر اليوس هذا البطريرك المحترم فقال هذه هي علامة الرجل الذي يتسلم المفتاح. ثم ظل يتفرس في سيدنا عمر، وجد في ثوبه 17 رقعة، قال هذا هو الذي قرأنا عنه في كتابنا الذي يتسلم مفتاح بيت المقدس، اسمه مكون من 4 أحرف، عمر عين ميم راء، هذه 3 أحرف التي رأيناها في كتابنا. إذن عندما ذهب لحقن الدماء كان أمينا، وعندما عاد إلى مصر وقضى على من ضرب ابن القبطي هذه أمانة. نعم. وعندما مهد الطريق لأهل العراق هذه أمانة، وعندما أقام العدل على نفسه لأم الأيتام التي قالت جاز الله عمر أيلي أمرنا وتركنا هكذا، فقال لها ومن أدرى عمر بك؟ قالت يا رجل أيلي أمرنا ويتركنا هكذا؟ لا سمح الله. فقام يصلي صلاة الصبح، فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف سمعنا البكاء أكثر من القراءة. فلما انتهى من صلاة الصبح أخذ من ماله الخاص طعاما وذهب إلى أم الأيتام وقال كم تبيعين عمر مظلمتك، وإذا طلع الصباح تعالي إلي أعطيك طعام لهؤلاء. فلما رأيناه كذلك يقوم على إصلاح
الطعام للمرأة الغريبة التي خيمت على المدينة وجاءت هي وزوجها وكان معه القابلة الزوجة أم كلثوم، فقالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، هذه أمانة. نعم. عمر كان في كل مناحي الحياة في بيته رأيناه يقوم بالعدل، حتى الزوجة تقول أشتهي الحلوى فقال لها من أين ليس من الحلوى فأشريها، ما زاد على قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال ورديها. هذه أخلاقه وما عهدت. نعم. بعد النبوة أخلاق تحاكيها. نتمنى أن تكون هذه الأخلاق حاضرة في حياتنا المعاصرة. شكرا جزيلا لك فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف الكلحي من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. ختام المشاهدين أشكركم، والأسبوع القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من فقه الحياة. إلى اللقاء.